السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. الله يسهل على الحبيبات ديالي الغاليات وعلى قلبي الغزالة ديالي في ما كانوا في أي أرض كانوا، اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي كتمنى الدرية الصالحة الله يرزقها ليها، اللي واقفة على طلاق ولا عندها دنيا الله يوقف معاها يا ربي، الله يسهل لها أموراتها يا ربي يا كريم، والله يدير لكم الطريق في الضيق، والله يبعد عليكم بنات ولاد الحرام يا ربي يا كريم، والله يستركم في مستر لسان بسنان، والله يعطيكم شي خبزه سهله مع جنيدين، والله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، واللي كتمنى شي حاجة كيف ما كانت يا ربي تحقق عليها يا ربي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فاليوم البنات قبل ما ندخل معكم في الوصفة، نصلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. المهم الحبيبات ديالي، اليوم جيتكم بواحد الوصفه غزاله بزاف، هي جلب الحبيب، الصوره اللي متعلقه اللي ولا المعلقه في الهواء. هذه الوصفه هذه من الوصفات القديمه والوصفات اليهوديه القديمه بزاف، ولا سولتوا عليها يعني الناس القدام وهذا راه غادي يكونوا كيعرفوها مزيان مزيان، فقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هي واحد النوع او هي وصفه ديال طاعه الزوج للزوجه ديالو، هي واحد طاعه عمياء، هي انه قلب الحبيب ديالك يتحرق عليك، هي انه هاد بركابي هذا يشوف فيك يولي عاطيك واحد الاعتبار. كيف ما قلت لكم هي طاعه العمياء، وهي انك تربطيه وتعقديه على النساء اجمعين من غيرك انتيا. هي هذه الوصفه هذه ساهله ماهله وما فيهاش شي حاجه، فقط كتبغي اولا تركيز، يعني تعرفي شنو كديري وما تلفيش، لانه الا مشيتي غلطتي في ابسط حاجه راه حتى حاجه ما غادي تصدق ليك منها. هذه الوصفه يهوديه بامتياز، ومن الوصفات اليهوديه راه كيصدقوا 100%. فهذا بطبيعه الحال هي وصفه ديال الجلب، وصفه ديال التهييج، وصفه ديال الطاعه العمياء اللي تخلي بركابي انه ما يشوف حتى شي وحده من غيرك، ما غاديش يشوف شي امراه اخرى من غيرك، غادي اي حاجه قلتيها اللي غادي يعني يشوف ويدير بها. داك الصداع والمشاكل، الناس اللي عندهم صداع والمشاكل فهاد الوصفه راه كتصلح لكم، لانها ربط الزوج ولا تعقدي الزوج ديالك في جميع الامور. فغنتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وغادي نجو نقول لكم الوصفه كيفاش داير. اول حاجه شنو كنحتاجو في هذه الوصفه هذه، كنحتاجو التصويره ديال بوركابي، كنحتاجو شطابه او المكنسه، ها هي غادي يكون غريبه كيفاش الشطابه ولا المكنسه، فهذه اساسيه في الوصفه البنات، هذه اساسيه في الوصفه، الشطابه التصويره ولا المكنسه. غادي نقول لكم دابا شنو غنديروا بها. اللي عندك المكنسه ولا الشطابه، عندك التصويره ديال البركابي، عندك الزيف او الدره ديال الشعر او المنديل ديال الراس، يعني انا كنشرح لكم هادشي فقط لان عندنا مشتركات يعني ما كيفهموش اللهجه ديالنا. وعندك قرعه ديال البلاستيك، القرعه ديال البلاستيك تكون كبيره ولا صغيره ماشي مشكل، لان دابا غنقول لكم شنو غادي ديروا بها. كنتمنى انكم تفهمونا مزيان. اول حاجه كتهزي الزيف ولا الدره او المنديل ديال الراس الخاص بك، هو هذا. غتهزي التصويره ديال بركابي، صوره المطلوب، غادي تحطيها هنايا، غير تصويره صغيره ماشي بالضروره انها تكون كبيره، تصويره صغيره لانني غادي نقول لكم شنو غادي ديروا. بالنسبه للمكنسه هي هذه المكنسه، حنا ما محتاجينش المكنسه وانما محتاجين الخيوط ديال المكنسه، يعني هاد الخيوط هادو اللي كاينين في هاد المكنسه هادي هما اللي محتاجين. غادي نقطعوا منهم سبعه الخيوطه على بركه الله، بسم الله، سبعه الخيوطه هما اللي محتاجين. دابا انا قطعت فيهم جوج، ها جوج، أربعة، بقى ليا واحد لأن يعني قطعت يعني قطعت واحد في الأول. نتوما وتبعوا معايا مزيان حبيبات ديالي، لأن هاد الوصفة هادي
راه خطيرة خطيرة، وراه غتشكروني عليها بزاف بزاف. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، هانتوما قلت لكم الناس اللي ما غاديش يفهموني. هاد المكنسة هادي غادي نحيدو منها سبعة الخيوطة ديالها. هاد الخيوطة اللي كيكونوا معلقين فيها غادي نقطعو منها سبعة، سبعة بالضبط، وغادي نديروهم فوق التصويرة بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم راه هاد الوصفة هادي قديمة ومعروفة، لأنها وصفة يهودية بامتياز، وكتصدق شي حاجة اللي هي يعني النار في لاكار اللي كنقولو. من بعد كنهزو كنهزو هادشي، كنعقدوه، كنديرو بحال هكا، وكنهزو القريعة ديالنا. كنحاولو اننا ندخلو هاد التصويرة بهاد الشكل هذا فم ديال القرعة او فراس ديال القنينة. راه دابا انا هادشي كنحاول انني نشرحو ليكم يعني بالصوت والصوره باش انكم تفهموا عليا مزيان. اللي ما فهمتش شي حاجه الله يجازيكم بالخير، فتقولها لي في التعليق باش نقدر انني نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل، بالرغم ان دابا راه الوصفه كنبغي نشرحها لكم يعني بالتمام والكمال. ملي كديري في الخيط، كديري في الثوب، هو هذا ماشي اي ثوب، ماشي اي ثوب، الثوب اللي كديري الراسك، المنديل ديال الراس الخاص بيكي، غتعقدي فيه الصورات المطلوب وسبعه الخيوطه ديال الشطابه ولا ديال المكنسه كيف ما وريتكم، والقرعه البلاستيكيه غتعقدي كلشي مع بعض في الفم ديال القنينه القرعه ولا القرعه ديال البلاستيك، وانتي كترددي هذه العزيمه. يعني كيفاش كديري ليها؟ كتدخليها بهذا الشكل هذا ديك الصوره، وكتحاولي انك تسمحي لي البنات، وكتحاولي انك تعقديها يعني من عند بهذا الشكل هذا. عقديها مزيان نتوما، راه غتعقدوها مزيان، لان انا دابا غير كنوريكم الطريقه وصافي. المهم نتوما راه كتعقدوها مزيان بهذا الشكل هذا، بهذا الشكل هذا. ثم بعد ذلك كتمشي ل هذا ديال الحبل ديال النشير، الحبل ديال النشير كتحاولي انك تعلقي فيه هاد القريعه هادي، كتحاولي انك تعلقي فيه هاد القريعه هادي. اذا ما شاتش ليك يعني الخيط كتزيدي خيط اخر، وكتحاولي انك تعلقي فيه هاد القريعه هادي، وكتخلي الهواء انه يديها ويجيبها، الهواء انه يديه ويجيبه، يديه ويجيبه، يديه ويجيبه، وانتيا كترددي هاد العزيمه هادي اللي غادي نقول لك دابا. يا فلان ولد فلانه، شيرت عليك تشييره، وخليت في قلبك تحييره، كيف الجاوي مع المطيره، كيف الغنم مع التحضيره، كيف الشمس مع التصفيره. يا فلان ولد فلانه، شيرت عليك بلاله مكه مثل مكون الحاكمه على الملائكه والجنون، واللي قلت ليك يكون يكون. افلان ولد فلانه، شيرت عليك بالجاوي، الناس تقول ليه الجاوي وانا نقول ليه الجلماوي، نجيبك من سبعة بحور وسبعة قهوية فلان ود فلانة. وكيف ما قلت لكم راه كتعلقيهم في الحبل ديال النشير، يديه الهواء ويجيبو حتى يتحرق قلب فلان ولد فلانة اللي انتي طالباه وراغباه وباغية انك تكملي مع الحياة، ولا انه هو ما ديما كيغوت عليك، ولا المشاكل بيناتكم، ولا معمرة شي مرا، ولا كدور بشي مرا، ولا عاقدة شي مرا، ولا المهم انت هاد الوصفه هادي غادي ديريها وغادي يرجع ليك لهلا يكزي. غير نعسي على جنب الراحه الحبيبه ديالي، وديري هاد الوصفه هادي وردي عليا الخبر. راه من الوصفات اللي قلت لكم راه ناجحه بامتياز، وراه شكروني عليها البنات، وراه ما نحتاج انني نشكر لكم الوصفات ديالي، لان وصفاتي الحمد لله واللهم لك الحمد ناجحه. حنا الهدف ديالنا هو اننا نعاونكم وصافي. فالبنات الناس اللي غيقولوا لي فين غادي نديروا هاد الوصفه هذه، هاد الوصفه هذه كدار في اي وقيته بغيتي وفي اي نهار بغيتي، وغتعلقيه. راه دابا انت ملي كتعلقي هاد القريعه راه بحال كتعلقيه هو برجليه، عرفتي داك بورك كامل ديالو بحال كتعلقيه برجليه، راه غيبقى يولي مسلوب، مسلوب العقل، وغادي يهيج عليك
وغادي يبغيك وغادي تحلوا المشاكل بيناتكم وغادي تجيبيه اللي عندك لا لا يكزيه، والكلمة ديالك هي الحاكمة، انتي الحاكمة. فان شاء الله راه ما يكون غير الخير، والانسان يدير النية والكلام على الله سبحانه وتعالى وتحركم من بلاصتكم. المهم الحبيبات ديالي، هاد الوصفة كيف ما قلت لكم، قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم، فديروها كاملة وردوا عليا الخبر ان شاء الله ما يكون غير الخير. وكيف ما قلت لكم، غير نعسوا على جنب الراحة، ونتمنى ان هاد الوصفة تكون يعني مفهومة وراه ما فيهاش شي حاجة، فيها غير المنديل ديال الراس والتصويرة ديال البركابي ولا ديال المطلوب وسبعة الخيوطة ديال الشطابة ولا المكناسة. كيف ما قلت لكم، سبعات الخيوطه ديال المكنسه، الناس اللي غايقول لي شنو هما الخيوطه، هما هادو ديال المكنسه كتحيدهم فيها وصافي، هادشي اللي كاين. وتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنساوش انكم تدعمونا في القناه ديالنا. الناس اللي ما كيوصلوهمش الفيديوهات ديالي، فانه يحيدوا الاشتراك ويعاودوا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. فانا راه ديما كنحط لكم الجديد دائما دائما، غير شي ايامات كنت مريضه صافي وانا نغبر عليكم، راه نتوما عارفين شنو كاين. فتهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، ونتمنى انني نكون نفعتكم ولو بشويه.